بشير عون الله، رئيس اتحاد محلي الفلاحه وسيد البحر بابن خلاس. بطبيعه الحال احنا نعيش في ظل تعدد عديد الحشرات اللي حلت بمنطقتنا، خاصه منها الحشره القرمزيه. الحقيقه لمستوى معتمده ابن خلاس ما فماش اضرار كبيره منذ البدايه، ومنذ البؤره الاولى تم التفطي لها عن طريق اتحاد الفلاحين، وتم اعلام الصوره معناها المعنيه من خليه الارشاد والسيد معتمد الجهه، اللي الحقيقه ظافرة الجهود وتم من تطويق الموقع وإتلاف خاصة بعض النباتات بتاع الهندي. ثم بعد ذلك اكتشفنا زوج بؤر أخرين على مستوى معتدة ابن خلاس في نفس الجهة في منطقة سيد عليا. بطبيعة الحال عن طريق تضافر الجهود من الأعوال المكلفين بتوزيع المياه، من السادة العمد، من أعضاء اتحاد الفلاحين بابن خلاس، من المواطنين، باعتبار قمنا بحملة كبيرة على مستوى التحفيز، وحسسنا خاصة المواطنين بخطورة هذه الحشرة اللي من شأنها باش معناها تضر وتطلف معناها مساحات كبيرة من الهندي. وتعرف أنت التين الشوكي بطبيعة الحال عنده مردودية اقتصادية هامة على مستوى البلاد التونسية، تعيش منه عائلات كبيرة، ثم يستعمل كأعلاف الحيوانات. فمن واجبنا كإطارات محلية وبطبيعة الحال باش نحسوا ونحرصوا قدر الإمكان على تطويق ومعالجة كل منه البؤر اللي مشاعرها باش تظهر. كذلك قمنا بجلسات متعدة بخصوص الموضوع هذايا باش نحسوا خاصة المواطنين والفلاحة، وخاصة اللخيان اللي مشيوا جنيو الهندي معناها في الأشجار الشوكية هذه، وتعرف معناها الأهمية نتاع الوقاية. قلنا اللي يستعمل الفركة بتاع تنحيط الهندي الشوكي خاصة لابد من تطهير هذه الآلة باش ما يتمش نقل معناها الحشرة من شجرة لشجرة، وبالطريقة ذيك يتم معناها بطبيعة الحال انتشار العدوى بصفة سريعة. تم التحسيس، وكذلك عملنا جلسات مع السلطة الأمنية والإدارية بمعتمدية الدخلات بطبيعة الحال نظرا لحساسية الموضوع. فبطبيعة الحال عايزت للسلطات الأمنية باش تقوم على الأقل بالتدخلات في الإبان وقت اللي تلقى إنسان دخيل على المنطقة جاء يجني في ثمار الهندي طريقة عشوائية اللي من شأنها يقع منها التصدي ليه هو تحرير محاضر في الغرض، باش ما عادش منها يقوم باش يلتزم على الأقل بالقواعد الصحية اللازمة. هي بطبيعة الحال احنا عندنا خزان صالح المياه الشرب بمنطقة سيدي عليا. بطبيعة الحال ديما نقوم بزيارات ميدانية. يوما ما بطبيعة الحال خرجت في زيارة، والله معناها زيارة عادية مع فريق للشركة التونسية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في هذا الخزان بالذات، باعتبار المنطقة تشكو من نقص بتاع المياه. حبينا نعاينه باعتبار اولا دورنا الرقابي ودور النقابي في تبليغ السلطات المعنيه بجدوى تدارك بعض النواقص. فبطبيعه الحال كانت هناك معناها بعض الاشجار بسيطه بكل مزروعه بصفه عشوائيه حديل خزان، تم اكتشاف الموقع من طرف اتحاد الفلاحين والاعوان المكلفين بالصيانه على مستوى خزان سيد التومي. ومن هنا انطلقت العملية الحرس الشديد على مناطق متفرقة، وهذا يقع نقلها بطبيعة الحال عن طريق الجاني بتاع الثمار، وخاصة هناك حشرات ناقلة كيما البوبرتاتو زي يسميوه اللي هي تفرز بطبيعة الحال يتنقل من المكان لمكان. وبطبيعة الحال عندنا احنا حشرة سيراتيت اللي هي زادة ممكن تنقل بصفة كبيرة، مكن بعض الخيان اللي عندهم البؤر من المبيدات الكيميائية اللازمة باش يدخلوا في الإبات، وبطبيعة الحال يقوموا بإعلام خاصة السلطات المعنية باش تضافر الجهود البلدية واتحاد وخلية الإرشاد الفلاحي مع المعتمدية بطبيعة الحال، ومع بعض الفلاحين اللي عندهم معدات كيما الجرارات، وخاصة معناها الآلات المعدة لرش المبيدات، مسخرين الحقيقة تعاون كبير على مستوى المعتمد بن خلاد ملحمة بصراحة نعيشها خاصة ويقظة مستمرة على مستوى مقاومة هذه الحشرة، باعتبار كما قلت لك وأنه ثمار بتاع التين الشوكي وفر موارد خاصة للفئات الاجتماعية البسيطة قاعد منها خاصة الضعف في المردود المالي بتاعها، وخاصة بعض الوليدات اللي تم صيانتها من طرف الفلاح معناش حتى إصابة سجن على مستوى التين الشوكي مش التين الأملس.
هذه باش نسوقها معناها بكل معناها صراحة ما عندناش إثبات على مستوى الصين الأملس.